قنبلة موقوتة في القطاع العقاري المصري، هكذا عبر عن مشاكل القطاع عدد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين. فلماذا هناك مخاوف في العقار المصري؟ وهل على المستثمرين أن يقلقوا؟ وما هي الحلول؟ هذه التساؤلات وغيرها نجيب عنها في سين جيم. أولاً، لماذا التحذير من قنبلة موقوتة في القطاع العقاري؟ باختصار، السبب خلف ذلك هو مواصلة أسعار المدخلات في الارتفاع، فكل ما له علاقة بالمواد الأساسية المستخدمة في العقار يتسبب في أزمة غير متوقعة للعقاريين والمطورين، حيث تؤدي الزيادات إلى وقوعهم في ورطة. فعندما يبيعون الوحدات العقارية على الخريطة يتفقون مع المشترين المحتملين على سعر محدد لتسليم الوحدة في العقود، وخلال عملية البناء ترتفع أسعار المواد بشكل غير متوقع كما يحصل الآن. فمثلاً، أسعار الحديد زادت بنسبة تجاوزت 80% خلال العام الحالي، وكذلك الحال بالنسبة للمواد الأخرى. لذا هناك مخاوف الآن من عدم تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الاستمرار في مشروعاتها والتسليم في المواعيد المحددة، وستتوسع المشكلة لتشمل البنوك التي منحت قروضاً للشركات وقامت بعمليات توريط. ثانياً، هل تدخلت الحكومة لمساعدة القطاع العقاري؟ بالفعل، قامت الحكومة الفترة الماضية بمنح حوافز كبيرة للمطورين العقاريين، أهمها تخفيض الفائدة لمدة عامين بنسبة 10%، بجانب منح بعض التيسير لسداد المستحقات المالية وبعض العلاوات للمستثمرين والمطورين العقاريين بشأن قطع الأراضي الخدمية، حيث أصبح من حق المطور العقاري استثمار 20% من الأرض في المستقبل عبر نقل جزء من الخدمي إلى السكني لتعويض أي خسائر. ثالثاً، ما مطالب العقاريين لعدم تدهور القطاع العقاري؟ مطلب أساسي الآن لمنع الانزلاق نحو أزمة حادة، وهو السماح ببيع العقارات للمصريين في الخارج والأجانب بالدولار، بالإضافة لتيسيرات أخرى في مجال تصدير العقار، وإعادة النظر لأسعار الأراضي كونها تمثل نحو 50% من تكلفة المشروع، والتسريع في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع. رابعاً، هل المخاوف تؤثر على المستثمرين بالعقار باعتباره ملاذاً آمناً؟ بالطبع هناك مخاوف من تعرض شركات في القطاع العقاري لمشاكل، لكن الاقتصاديين يرون أن العقارات في مصر لا تزال أحد أهم الملاذات الآمنة، خاصة في ضوء التوقعات بخفض جديد للجنيه. ورصد تقرير حديث ارتفاع مبيعات أكبر 20 شركة عقارية في السوق المصري بنحو 95% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إلى نحو 450 مليار جنيه، مقارنة مع 230 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.